مزيان الحاج الحاج الرهوني الحاج سي محمد الرهوني تنشكروك بزاف جيتينا وتحفتينا جيتينا من مكان عزيز علينا يعني مدينه زرهون وانت كتعرف هي المنبع ديال التراث المدينه فانا نبغي غير مثلا نعاودو نسولوك مثلا في هذه المسيره الفنيه ديالك درتي البومات غير هو ما شفناكش يعني ما مبرزتيش اعلاميا بالنسبه للاعلام انا دائما في قرارات نفسي ما تنسولش انا ماشي نمشي تنطلب الناس ولا شي حاجه صافي كون كان تيجيو عندي راه كانوا فرص ديال التلفازه هما اللي تيطلبوني وكنطلع لكن بالنسبه باش نمشي انا ونبقى ندق الابواب ما تندق لا باب لا والو انت كون ما جابتكش الظروف مولاي دري الزرهون ومع انسان من لا فامي ديالي ما نجبدوش انا وياك الهضره ونعطيك السي دي وتلقوا ويعجبك انا عجبتي معايا الهضره واحد لقيتها غير شفتو كيهضر عنده كيعرف احسن مني في التراث صافي انا كنشد بحال هاد الناس هادو تنبغيهم اولا كنستافد منهم ومنها كنحاول انا فوالا وكتعاود عندي تقريبا شي 17 البوم ودابا المشكل انني قلت لك في الاول تحت في منتجين فاشلين وتنقولها في الكاميرا فاشلين ما عدا واحد المنتجين اللي كانوا وصلوا بزاف فاسا وما كملش الله يعني هما طفاو يعني ما بقاوش داروا الانتاج صافي تما درت انا واحد الالبوم نتجته انا راسي ومشيت لعند واحد المنتج فاسي ما نقول سميتو وقلت له هذا الالبوم خذو فابور غير سمعوا للناس ما سمعوا ما والو انا ما فهمتش شي حوايج تيطلبوني الناس على السي دي الناس في الاذاعات خدامين وما تيطلقوش والغريب ان الناس كلها اللي كيحبوني تيقول لك ما يمكنش ما تنسمعوكش من تحت في الراديو مدى المغربي سميتها الاولى كتطلق داك الشيء ديالي القديم هذاك الالبوم اللي عطيتك جميل جميل يعني فيه امداح وداك الشيء وما تيتطلقش نتمنى يبداو يتطلقنا في شاده تي في على الاقل شاده مدينه سميتها شاده تي في الاخرى شاده ديالكم شاده راديو شاده اف ام ان شاء الله شوف احسن شيء في الماضي انه مضى حنا دابا حنا ولاد النهار داخل الاول الاخوان ديالنا المصريين حنا معاك ان شاء الله وفي الاخير غنبقاو معاك غادي تحفنا بشي قصيده او اللي بغيتي يعني من اختيارك شكرا لكم جميعا شكرا لكم احبائنا على تتبعكم هذه الحلقه الخاصه كان فيها الدردشه غالبه شويه على الغناء لان سبيسيال لان معايا فنانين وفنانين معروفين في الكوميديا والمسرح بصفه عامه كنشكركم كنشكر الحاج اقول لكم ان شاء الله نتلاقاو الاسبوع المقبل بحول الله لا تنسوا ابدا انني احبكم وما تزرفوش فكرتك فيها لا لا شكرا اعانكم الله يقول لمن شاء كن فيكون ما يشاء و
جعل الروح غدا لا تجري افتداعي وشرابي نتغدى واشعل لي الارض فراش واسمى سقف مبني يجود علينا بإحسانه يا المهدي ويرزقنا من سماء وأرض الأرض مساط الله يا فلان وانا في حكم الله والخلق عيان الله يا سيدي عماد وانا من خلق الله والأرزاق عم الله ناكل من رزق الله من تخير من اش نصيبي يلحقني انا ماني فياش اش عليا مني نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني انا عبد ربي له قدرة يهون بها كل امر عسير فإن كنت عبدا ضعيف فالقوة فربي على كل شيء قادر مني وشعلي وانا عبد مملوك والاشياء مقضية ما في تحكم سكوك ربي نظر فيها